في هذه الاونه الاخيره التصفقات الاخيره، عرفنا عده انسدادات وعرفنا عده مشاكل والحمد لله سميتونا، ولكن كاين المحاولات اللي ولاو تمشاو معنا من 6 اشهر حتى 5 اشهر. avec une analyse bactériologique sur place. الزيارة الميدانية اليوم اللي قادتنا لولاية بسكرة هي تدخل في إطار برنامج الزيارات الميدانية العادية، لأنه شيء مهم أنك تسجل مشاريع، لكن الأهم هو المتابعة والوقوف عن قرب على وتيرة الإنجاز وكذلك على المواصفات التقنية لهذه المشاريع، لأنه من بين مواطن الضعف التي لمسناها في السنوات الماضية في سنوات خلت هي طول مدة الإنجاز وكذلك المواصفة التقنية لبعض المشاريع. اليوم احنا نركز على هذا الجانب ونكون قراب من المشاكل بالنسبة للولايات، وهذا عن طريق الزيارات الميدانية والاطلاع عن قرب على وتيرة الإنجاز.